كابتن ياسر ابراهيم لاعب الفريق هو كمان كان ليه بعض التصريحات، قال من خلالها ان توفيق كان حليف النادي الاهلي وان اللعيبه قدموا اداء جيد جدا ولعبوا بروح قتاليه عاليه وكان في تركيز كبير من جانبهم. قال كمان ان الفريق كان درس قبلها عده مرات نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس خلال المحاضرات الفنيه مع مستر مارسيل كولر، ونجح في انه يحسم بطاقه التاهل لنصف النهائي بشكل مستحق. تعالوا نتابع قال ايه كمان. احمد ربنا بشكر فضله النهارده على النتيجه، كان محالفنا التوفيق النهارده واللعيبه كلها كانت على قلب رجل واحد النهارده ونازلين وعارفين احنا عايزين ايه من الماتش. الحمد لله قدرنا نطلع بالنتيجه كده، كان نفسنا نجيب ونكسب بس الحمد لله ربنا ما كانش رايب. فطبعا بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداري والطبي والعمال كلهم، وباذن الله ربنا يكرمنا في نص النهائي اللي جاي ان شاء الله. الإصابة هو جزع، الدكتور سألته هي ورمت شوية فقال لي هي جزع، فلما ننزل القاهرة إن شاء الله نشوف محتاجة، لو محتاجة إشعة نروح نعمل، لو الورم نزل خلاص هتبقى يومين ثلاثة بإذن الله أبقى في الملعب تاني.